نفسي في ايه في الرئيس الجديد؟ والله انا نفسي في حاجات كتيره قوي. يعني اولهم البند الاقتصادي، المشروع القومي بتاع مصر، والوحده الوطنيه، وكل الناس تحب بعضيها، ومصر لو حبت بعضيها كنوزها جوه صدورها. يعني كنز في المحبه لبعضينا، لو حبينا بعض البلد دي هتبقى احسن بلد في العالم. والسيسي على رؤوس كل المصريين، مسلمين ومسيحيين. السيسي في قلوب كل المصريين، مسلمين ومسيحيين. السيسي في صدور كل المصريين، مسلمين ومسيحيين. لا ان شاء الله بالشعب في ظهره يقدر على اي مشكله، مش على مشكله اثيوبيا وبس. التأمينات جيدة جدا، وكفاية الشعب نفسه مأمن المكان. حب الشعب ورا السيسي هو ده الأمن الحقيقي، هو ده الأمن الحقيقي. وأنا عايز أقول له يا سيسي، عندي 7 بنود، لو سمحت لي بالمقابلة معاك وأفهمك ال7 بنود، مصر هتبطل بطالة لمدة 100 سنة، مش هيبقى في بطالة في مصر. لو قعدت مع المشير عبد الفتاح الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي هقول له ال7 بنود ايه، وهم خلاصة الحلاوة في مصر. والسيسي على رؤوس كل المصريين.